مقابلة كما كتعرف، في المقابلة الأولى في البطولة ديال تميوز، كما كتعرف إن كاين الأسبقية اللي لعب الإيفان 3، سي لوكازيون، هو ماتش داخل في البريباراسيون ديال البطولة. مي الحمد لله كما شفتوا الوليدات حاولنا باش نضبطوا مع المقابلة، الدراري اللي تبارك الله إيفان 3 حاولوا باش يعطيو الماكسيموم، حنا تنقلبوا على التركيبة البشرية، هاد الوليدات هادو غيعاونونا في المستقبل. مي الحمد لله يعني أنا راضي على هاد النتيجة هادي، الدراري عطاو اللي عليهم ونسو بريبار الماتش ديال التوارقة إن شاء الله بنفس المانيير. وهو شوف كما كتعرف انا لو برانسيب ديالي هو اي ماتش عندنا في تيران ستاد ماروكا الا ولا خاصو فيكتوار، علاش؟ بان التيران ديالك الملعب ديالك كتريني فيه، دونك اوتوماتيكمون خاص ضروري 3 بوان. والحمد لله الوليدات اللي طالعين دابا وهاد الشباب اللي طالع تراري ايفون 3 عندهم واحد لوبجيكتيف، عندهم واحد لاراج دو فانكر، يعني خاصهم يربحوا، خاصهم يبينوا على لي طالون ديالهم باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو. الحمد لله حتى الاداره عطيهم يعني واحد الاهتمام كبير بالنسبه لهاد الوليدات ديال ستاد ماروكا 100%. والحمد لله كما شتي في انتصار، الانتصار بالنسبه لنا مهم، كما قلت لك نحاولوا ان شاء الله نهار السبت نقلبوا عاوتاني على لا فيكتوار ان شاء الله في تواركا. شوف هو حقيقه بالنسبه للتورنوا هذه يعني بطوله متميزه، واسم يعني على المسمى ديالها ديال التمييز بالنسبة لهاد الوليدات هادو U23، يعني كيتميزوا بلي طالون ديالهم، سي لوكازيون، هما تحتات لهم الفرصة. ولينا كنشوفوا طبق يعني جميل ما بين الدراري دي زونسيان مع الدراري لاعبي الكرة مع الدراري U23، يعني كاين تناسق وسي لوكازيون، هذا هو لو بروجي إن شاء الله اللي غادية به الجامعة الملكية، والحمد لله حنا راضيين على هاد النتيجة.